ونستأنف مع بعض المزيد من جارديان اوف ذا جالاكسي. معكم احمد بهجت من قناه فرجني جيمرز اند جنتلمان، ونشوف هذه اللعبه وتفاصيلها ونغوص في اغوارها بعد ما رشحها عليا كتير من اصدقائي. قالوا لعبه مسليه جدا، وخصوصا انها اكشن وكوميدي في نفس الوقت. الموضوع شجعني ان انا العبها، غير انها طبعا دخلت في المنافسه على افضل لعبه 2021، وكانت فيها شويه تفاصيل كتير دخلت بيها منافسه، فاكيد اللعبه مؤهله انها تبقى لعبه يعني من الالعاب المرشحه في سنه 2021. ما اعتقدش انا فازت بحاجه، بس يعني ده في حد ذاته يعني يشيد باداء اللعبه العالي. البدايه ما كانتش حماسيه قوي، بس انا متعشم او متامل ان بعد كده اللعبه تسخن افضل، احداثها تبقى افضل. anyway ما تنسوش لايكاتكم يا شباب، لايكاتكم هي اللي هتحدد استمراري في هذه السلسله، وطبعا ما تحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. وهي بقى نستأنف ولا لا؟طب انا لسه كنت الراجل ده. تعالى تعالى هات دي. الراجل ده طبعا لسه عمال يتنافس معايا في الحاجات دي. وبتيجي فيها كده نروح. الموضوع دخل فيه جيمنج. الراجل فايز عليا بكتير. تعالى من هنا، هنا دي اهي. Exactly. You suck, Star God. Okay, yeah. See here. Let's see. When I beat Quill, I'm gonna get my hands on some. حلو بيضرب من الموضوع بيضرب من ظهره ده لطيف. No one knows what those are. مين تاني؟ طيب انت. That one was juicy. What do you think, Drax? Should we get in on this bet? Think of all the hyper circuits you can buy. Just hold on to your stupid jacket. I'll show you. وبالتالي كده اتفوق عليا خلاص. ما قداميش حل تاني غير ان انا ايه اكمل بقى وانا خسران. ايوه ممكن نطلع من هنا. هو كده فاز عليا اصلا رسمي يعني. اوعى توقع اوعى توقع. هو بيجيب الحاجات دي منين؟ ده واقف مكانه. يلا بينا يلا بينا. انا ايه انا غروب حمار يا جماعه. Anyways, I'm winning. Big surprise. All right, bumper goes there. Well. It's not gonna piss off every critter around, right? Sorry, Quill. Not taking no chances after the last one. I gotta test it real quick. Not again. Danny? I only flip the switch on and off to see if it's started. تعالى كده. تطلب وراك تستخدم قنبلة عنقودية خاصة بيه. روكت خارج على السيطرة. روكت خبير الأسلحة يهاجم الأعداء من مسافة بعيدة، يركز على تدمير أهداف كثيرة في آن واحد. قدراته الأساسية القنبلة العنقودية التي تسبب ضررا متوسطا لجميع الأهداف في محيط التأثير. تعالى يا جروت. أيوه. اجري. خد دي. اديله دي. اوكي. كتفوا يا جروت. راح خلاص. Just watch where you're shooting. تاني. دي لا واحدة عنقودية.
At least they make a good splat. أيوة. يا ابن الذين. اللي بيجي عليه من التعجب ده غالبا بيبقى هو بيستهدفني. خد يا ابني اديله كتفه. وانت اديله اقعد عن قضيه يلا. اي لا صراحة ده في تاني. I love the juicy ones. Hey, green team, looks like we're done installing. Great job. We'll meet you at the mining ship. لقد حصلت على نقطة قدرة. استخدم الباد للوصول إلى قمة الحراس وافتح قدراتك الأولى. ماشي. يلا، إيه القدرة الأولى بقى؟ هي مفيش غير دي. دي بتعمل ايه؟ دي يسبب ستار لورد بحذائه النفاث حرقا طويل المدى فيرتقي الى موضع مميز من ناحية تكتيكية لإعطاء الأوامر أو مهاجمة الأعداء. اوكي ودي بستعملها ازاي بقى؟ حاضر يلا بينا نرجع تاني. مفيش حاجة تانية طبعا هنا. The resin will hold. I am Groot. You ain't that heavy. I seen this goop anchor a Chitauri dreadnought. We'll be fine. مش حاجة تتاخد هنا ولا هنا؟ ايه ده؟ يعني واضح ده من كاركتر انا بلعب بيها على طول واقدر من خلاله اتحكم في الكاركترز اللي معايا بطريقة محدودة. Any bets on what this monster's gonna look like? How many legs? Like more than four? It will be majestic. What does that look like? We shall see. غالبا مفيش مكان غير هنا اللي احنا نعدي منه. All right, mining rig is right there. Of course it's secure. As secure as a broke down Chitauri shipwreck's ever gonna be. تعالى يا كروت حط الشجرة بتاعتك كده. It's nano resin. Come on, Groot. We need to get across here. And Rocket wouldn't put you at risk, right? That's right. I've always got your back, bud. Nah, it just looks unstable like everything else in here. Don't get your twigs in a bundle. Yes, the resin can hold a stupid warship. I'm telling you, it's totally safe. See? I'll even prove it. Huh? Look at this. Rocket? Oh, fuck. Very safe, Salah. Guys, jump! No, 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 ah! حدف. شجرة رشد. يا ابن الذين. Groot! Buddy, you're okay! Fine. You fucking piece of moldy driftwood! You could have died saving me! I love you too, you selfless son of a chug. Come on, Quill. He says he'll meet us at the mining ship. I don't want to make him wait. That's it? We're not going after him? He says it's fine. We'll meet him later. Team Rocket, is everything okay? Groot's signal just went dark. Radio must have broke when he fell. What happened to your timber companion? He ain't timber. He's alive. Fell. I really don't know if you're being clever or dumb right now. Team Rocket, out. Sounds like green team's off our backs. Now we can stop worrying about that dumb accident. Hey.
Groot's fine anyway. There's nothing to worry about. Not like I could have prevented that old busted ship from keeling over. An accident, Rocket? Come on! What? That's all it was? It's your fault! If you hadn't fooled around on that ship... I did... You don't know nothing! Stop trying to be smart! That sure didn't sound like an apology. Nope! Didn't even show that tiki, Austin. You know, we make a pretty dynamic duo, Rocket. Keep your shirt on, Starpants. You ain't no Groot. I may not have his stretchy arms, but I've got a killer soundtrack. هو ليه بيفتح دايما التصوير؟ مش عارف يعني تصوير. That Karen Scut, you're always lit. Quill, I hear you scanning. في حاجة هنا. Hey, what's grosser than 10 Chitauri nailed to a ship? I don't know. المكان ده غريب جدا يا جماعة. 1 Chitauri nailed to 10 ships. Nice! Ah, Groot, تعال يا باشا. Hey, look! A shortcut we can't use because somebody lost Groot. So useful for you to point it out! Thanks! You're welcome. Man! If that afterburner kicked on right now, we'd be toast! Let's hope it don't. Mining ship's on the other side of that turbine, so we gotta find a way through. Try not to jump on anything this time. We gotta find a way through. You if you... Well, I shut up or help me figure out how these blades. تعال انت خش هنا. القناع في حال الشك يتم قم بتنشيق قناعك باستخدام افري. There's a drone access tunnel over here. Too bad we don't got a drone. ماشي. تعال خش. Can you squeeze in there? Knew it. هو مش سكويز هو هيخش عادي يعني. Rocket, clean up the mess. Rocket, crawl into the mystery hole. See anything? Yeah, a manual override. Team Rocket, we hit a snag. One of our thumper points was covered in resin, so we're gonna fly around to scout another spot. Just make sure the new spot... ...was the original one. Because of... ...maps and angles. برافو عليك, يلا. Great, another turbine. Yeah, that is how these things are usually built. And boop. Someone's been practicing. Oh, come on, people. Pew, pew. Come on, let's get out of here. Oh, happy. Are you scanning for targets? Oh, but finally, time to meet. What's happening, bro? هنا. Hey, Gamora, did you really لا ما تتحشرش بقى. Did you hear that? هنا كده. I didn't kill it. I kidnapped it. That was you. Nova Corps always claimed they ended the war. We're back on track. The mining ship ain't too far. Think Groot's already ahead of us? أي. إيه ده؟ هنضرب الحاجات دي. I told you I saw them. Great timing. How did you guys? Good to see you two. But you're gonna want to cross the ship as fast as you can. We're seeing a lot of movement. Yeah, Scott's getting real violent out here. Just try to hold her still for us. That's not gonna be an option soon. This position is untenable. Drax says hurry it up, Peter. Assassin? Incoming! Watch out! What? Hang on! Ipsic! Have you perished, Peter Quill? Too much debris! I'm taking her out of here! No! Keep running! Asra, Asra! Stop lurking around, man! Really? Well, this way! Team Bye. Rocket! Did you make it inside? Yeah. All in one piece. Got it. Me
meet you in a tent. وقف جري ولا كمل جري ولا مش عارف مش شايف حاجه. It's nice and cozy in here. Not so much when you can't see in the dark. Crap! What? My visor went supernova. Is it broken? Overload it sounds like. Must be some kind of residual energy in here. Come on. Clark and tensor joint. Just neat. Wiggle the... Okay, so life support's moving back up. What's it look like out there? Oh, mother of space barnacles. ما هذه؟ هذه تروفي ولا Quill, you okay? Yeah, it's just... طلع منها حاجة؟ Well, that's concerning. What was that? It's a swarm of old cleaner bots. Maybe. Old cleaner bots. I don't know. دي راحت لفت ورا الحيطة. اهدى اهدى بس اهدى. جات في الوقت المناسب. انا جروت يا عبد الحاج. Sorry about the shooting. Yeah, thought you were that freaky thing we accidentally released. We saw some cleaner bots. لما زيد من الرغي اكيد هنا في اقرار كل خطوره المخلوق. اقرار تعالى اعمل اقرار. Rocket, I'm not so sure that swarm thing was inoffensive. I feel bad about releasing it. كان تغيير ملابس الحراس على شاشة الأزياء في قناة الحراس. ماشي. أنا خدت كاستم جديد لجروت. That's all. أنا عايز أوصل في دي. عايز أروح هناك. There ain't nothing spooky. It's an old ship is all. And dark door. All right, you made your point. هات دي. Okay. Here you go. Rendezvous coordinates are that way. But we'll have to find a way around the rubble. I'll try to find a side passage. Look at this old beauty. I am Groot. A table. This is a vintage Model T engineering workbench. They don't make them sturdy like that no more. Hey, come on, Quill. Let's see if this beauty still works. Maybe I can fix up your gear. Hey, hand me that part. طاولة العمل. استخدم طاولة العمل وفقا لتوجيهات روكيت لصناعة عناصر مميزة أخرى. المكونات. هذا هو مقدار ما تملك من كل مكون من مكونات الصناعة حاليا. ماشي. ميزة متوفرة. ده كما يكفي من مكونات تصنيع هذه الميزة. اضغط مع الاستمرار على مع الاستمرار على اكس. معلش اكس لمطالبة روكيت بتصنيعها كده يعني. Hey Quill, Groot says there might be something behind the big unit over here. أنا معي 780 طلقة بشحنيات الضغط السريع على R2 مرتين إلى شحن الطلقة. قم بتحرير بالتوجيه للضربة تلحق ضربة بدنية وتسبب في الترنح. دي جنب مغناطيس المواد المستهلكة. مغناطيس المواد الاستهلاكية.
اجذب انزالات العدو من اعلى وحتى 15 مترا. لما يجي العدو ينزل حاجة يقوم صاحبها يعني يمكن. دي طبعا معيش حاجتها. فحص التكتيكي، افحص الاعداء اثناء القتال عبر اقناعك. خلينا الطلقة مشهورة دي هتبقى موجودة. مش هينفع وانا معي 780 يعني. هما اختيارين عندي، يا مغناطيس يا فحص التكتيكي. خلينا ناخد مغناطيس، هيبقى حلو ده في اللوتينج. بس كده مفيش حاجة تانية في كل المزايا. استنى ممكن اخش تاني. Yeah, there's a way through if we can clear out that crud. انا بيلود البيانات ليه؟ اوكي الكود ده مش موجود. 2 من 4. Come on Quill, put them pea shooters to good use. اخير استعادة الدرع. قعد انتاج نقاط الدرع بسرعة اكبر اثناء القتال. درع اضافي محدد موقع المحتويات. صحة اضافية. سرعة استعادة الدرع. دربادلة والقناع. يعني كل حاجة ليها حاجة. والأحذية طبعا انا معيش حاجة تكفي الكلام ده. اوكي معيش اي كلام ده. هما كام اختيار؟ هما مش محدد لك كام اختيار يعني. مفيش منيو كاملة. وده شيء غريب يعني. المفروض انا بختار كل المزايا وبعد كده مسدس العناصر وبعد كده البدلة وبعد كده القناع. المفروض يبقوا مترصصين جنب بعض كده عشان اعرف انا واقف فين واعرف اتنقل، اعرف مكان واحدة. انما هي كده مستخبية، المعلومات مش مرصوصة قدامي، مش واضحة. معرفش، الموضوع غريب شوية. anyway. معلش مفيش حاجة. معيش اضرب دي. That's one stubborn bunch of lore. Try that quick cooldown I installed. يعني مش عايز تضرب. التلقيم السريع يسمح لك التلقيم السريع تسمح لك إعادة التلقيم السريع بإلغاء وقت التهدئة، تهدئة بندقيات العناصر والتعامل مع الضرر الإضافي. أوكي يعمل لها ضغط. أوكي. سيؤدي الضغط على R2 مع العلامة الموجودة في منطقة إلغاء السخونة الزائدة. مع ارتفاع درجة حرارة تظهر مناطق خضراء على مقياس التهدئة. سيتساوي إطلاق النار بصورة متكررة في ارتفاع درجة حرارة. طيب نجرب كده استخدام إعادة التلقيم. اوكي فهمت. انا بضرب للاخر وبعد كده لما بيحمر وبينزل العداد بيجي على الاخضر ادوس عليها تقوم بالتوقيت كده تقوم عامل فهمت. مره تاني نعملها تاني اهو كده. يا ما جاتش. هعملها تاني بقى تظبط كده المره دي. ما جاتش. هتظبط المره دي. عايزه توقيت. هي دي. اوكي ليتس جو. Perfectly safe, right? I don't trust your definition of safe. لا لا لا. اخس ابعد. راح لسه راح. حلوة. ما حلو في الاشتباك اهو في الكومبات. فعال اكتر من الرصاص يعني. ولا يمكن مع الوحش ده نوعية الوحوش دي يمكن. اوكي واضح ان في انواع وحوش حلوه في الاشتباك. احسن في الاشتباك واحسن. وفي نوع تاني احسن ان انت تضربهم بعيد يعني نكتشفهم دلوقتي. حاجه هنا دي عايزه تضرب. نو دي ممكن نطلع هنا صح؟
weird bunch of stuff to mine. What was it? I don't know. Weird cubey hunks of rock or metal. اوكي ده في حاجة عايزة تتلم هناك وهنا كمان الازاز مش عارف ما بيتكسرش ممكن ده مكان واحد ممكن نقفز منه هنا You two have any luck? Another freaky thing! How freaky? فعلا Kill it! You read my mind! خدي مجاتش بعض الأعضاء لديهم شريط ترنح مما يجعلهم أكثر مقاومة للضرر سيعدي منه بالكامل على إعاقتهم على الفور يوجد شريط ترنح خاص بهم أسفل شريط الصحة دائما تعالى أي تعال يا باشا انا محتاجك هنا اضغط على زرار ال1 وضع ماشي كده اختاره واديله جامد يعد دراكس مشاجرا قويا قادرا على التعامل مع كثير من الاعداء مره واحده ويبرع في مفاجاه الاعداء الذين لا يتاثرون بالهجمات الاعتياديه وقدراته الاساسيه التدمير وطلح الضرر الخفيفة من الأداء وحالة ترنح شديدة. هو بقى دي. راح. حلو. Save some for me. Not gonna be a problem. هدي. في حد كده، في حد تاني. اخس. هذا ديلو ايوه ديلو انتوا فين من بدري بقى تعالي انت قوتك ايه الله عليك جامورا أشرس امرأة في المجرة تعرف جامورا بأنها قاتلة موهوبة يمكنها القضاء على الأهداف بسرعة وتوجه هجمات فائقة الضرر في غاية السهولة في غاية السرعة وقدرتها الأساسية هي الضربة القاتلة وتسبب كثير من الضرر لعدو واحد طيب انتوا بقى خلاص بقيتوا منيو كاملة دلوقتي اوكي طب انا ما عنديش نقاط ممكن احط لهم مثلا اطورهم هم دلوقتي كلهم بيتطوروا معايا انا بطور واحده يعني هم غالبا ايه ده برضو متطور اهو اوكي You greenies found Quill yet? Found and safe. Hey. Go on ahead then. We'll catch up. Just making a pit stop. I parked the Milano near the last thumper spot. اتحب مجددا مع روكيت وجروت هم فين بقى؟ How's my baby? You can see for yourself if you can get back up there. مقصرش. I could make it up there, but we're gonna need something for you two to climb up on. تعالي. Let's see that fancy footwork, Gamora. Bet you can't do this. That is physically impossible. طيب. Drax, think you can heft that container? استخدم R. The might of a Cathathian warrior. موضع الإسقاط وأجل التأكيد. المفروض نحطه فين بقى ده؟ عشان نطلع هنا نحطه هنا المفروض نحطه هنا كده I think this is okay over there. Done. ده الهالك بتاعهم ده يا جماعة Well, that's helpful. I did as our leader bid. Not all of us are so quick to disobey. Make up your mind. Are you mad I served Thanos or that I betrayed him? Neither. Inspire confidence. طيب كانت في حاجة عايز اخدها هناك هنا يا جماعة خليه ينقلها تاني خليه ينقلها تاني تعالى يا باشا Are you certain where you want it this time? اي هنا عايزها هنا
ده في حاجه تتكسر هي تقريبا برضو، بس خلينا الاول نطلع على دي، نطلع هنا مثلا، هنا هنا look real good right here shall be done. الجدار ده مش عارف ليه حاسه بيتكسر. نو انا عايز اخد دي. alright نروح بقى على هناك تاني. مفيش اي حاجه كده ولا كده، اي لون مختلف مثير للاهتمام مفيش. ممكن بقى نطلع على فوق هنا على طول. تعالى يا باشا هات لي دي هنا. انت كنت ازاي؟ كده you want some more stuff for me Drax هات دي هنا. Can you move it over there? I am on my way. كأنه شايل هاند باج يا جماعه. بص قبل ما نخش هنا عايز اطلع هنا شوف في حاجه موجوده. لوت جود. طب خلاص يلا rocket. Perhaps he has located our monster. We don't even know what it looks like. The intel was extremely vague. It wasn't vague, it was rushed. Probably some cute little nightmarish abomination. We hope there is a renowned warrior. An ideal specimen would reflect our strength. Like I said, something scary. I disagree. Strength is endearing. انا اللي هو لطيف انا مش عارف بيتكلموا عن ايه بصراحه. Two of the strongest people who ever lived. I bet it's something cute. Women dig the cute stuff, right? Yes. All women in the entire universe get weak in the knees when they see something fluffy. Lady Hellbender is an exceptional female. She would desire only the most worthy of pets. You've never seen a baby otter playing with its hands. I cannot refute this. دي ما فيش اي تعامل معاها ولا تركب عليها من فوق ولا اي حاجه. Her prize, okay. Lady Hellbender could become an influential ally. How so? They say that the mere mention of her name can end a negotiation. You want to turn the Guardians of the Galaxy into an extortion racket? No. I want people to offer us bigger tasks because they fear her wrath. Same thing, Drax. بعد ان دمر الشيتوري موقعنا صفرنا لمدة 51 دورة زمنية للوصول إلى المعالج. وجدنا جماعته علامات احدى سفن التعدين المحولة. كان الطابور طويلا ولكن الإثارة كانت واضحة. كان عجيب ده. Same thing, Drax. دي زي ملاحظات كده يعني بلمها. وانت ايه ده؟ رافع الباء الباع. رافع الباع. رافعة مارك بي 9 مضادة للجاذبية قدرة استيعابية. دي ممكن نستعملها في حاجة يعني؟ لسه ما جالاش وقت. Catathians call it the shadow's gaze. طب يلا. Now that you mention it, I have found. متزحلق ولا ايه؟ Whoa! Well, you got some timing. We got company. جايين بالكمباني بتاعتهم. طيب بسرعة بقى اديهم كده. تعالى يا جروت. وانت ايه ده؟ انا واحد. اي ال 3 ال 3 بس اخد على ايوه. يا راح يا واد لذينة. عندما يصبح من قياس الحجم ممكن ان اطلق الحجم عبرة ال1 وال1. ده هو بقى ايه اللي بيتملي بقى؟ معلش ده كده يعني بالوكمان. We cannot retreat. No one wants to retreat, big guy, but I gotta say, it's fucking scary out there, Quill. لا تختاروا فقط لأننا لا لأننا نعرف طبع الغابة. الضحك أمام مخاطر.
pressure on all sides? Then it's time we stand and face it and make sure they're nullified. Are we heroes to be laughed at? No! I'll laugh at them instead. Who's with me? Wise words, Peter Quill! This is gonna be fun! Time to bl- What's ايه الحوار اللي حصل ده؟ انا بحاول استوعب الحشد له ثلاث نتائج محتملة. لقد حفظت الفريق بسبب الاجابة الصحيحة، سواء في حال الفوز او الخسارة او السكوت سينتعش جميع الحراس من جديد. في حال تقديم الاجابة الخطأ ستحصل عليها انت فقط، ستحصل انت والحراس على تعزيز ضرر دفعات الاجابة الصحيحة. صح؟ الاجابة الصحيحة. وقال لك في حالة الفوز او الخسارة سينتعش الجميع لو كانوا واقعين او مغمى عليهم، ولو كانت اجابه غلط انا بس اللي هحصل على التعزيز، ولو كانت اجابه صح هما انا وهما هيبقى عندنا تعزيز ضرر. اوكي. ابعد شويه، ابعد شويه كده. ايوه شفته شويه. اوكي حلو الابر كات الوجهه دي. فاضل بقى الضخمه دي. تعال انت يا جروت كتف، وانت يا راجل اخضر اديله. ابعد. ابعد. هو مات ولا الموت؟ الحمد لله. خارق وبتاع. تتوفر صفحة برنامج تعليم جديدة، اضغط استور. ماشي. ايه بقى تتعلموني ايه؟ بيتر كويل المعروف باسم ستار لورد. واضح مفيش اي حاجة. كمان. Last thumper spot is this way. How do you know? My senses are fine-tuned to measure even the tiniest vibrations. Really? No, I'm tracking it on my display. طيب يا جماعة، أنا شايف إن إحنا ممكن نتوقف عند هذا الحد من الفيديو، وربكم استمتعتوا بالمشاهدة. اللعبة بدأت شوية تسخن، وبدأت يعني التوتوريال فيها تتطور أو تعلمني شوية حاجات جديدة في اللعبة. الكنترول فيها لا بأس به، الجيم بلاي ما هوش the best of the best، يعني لسه هنشوف برضو طبعا مع تغير الوحوش اللي هتيجي وطريقة قتلهم والكلام ده كله والتنوع فيهم. طريقة الكنترول أو فكرة اللي هو بيكنترول أعضاء الفرقة كلها وبيديهم تعليمات يهجموا على حد معين، دي فكرة جيدة جدا يعني، وفيها نوع من أنواع الليدرشيب أو القيادة، بتديك احساس ان القائد يعني بتتحكم في الناس دي وتوجههم في التوقيت المناسب عشان يعملوا حاجات المفروض يعملوها في وقت يساعدك كتير في انك تنهي الباتل بسرعه. خلينا نشوف تفاصيل اللعبه هتبقى عامله ازاي في الفيديوهات اللي جايه. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، وكل عام وانتم بخير وسنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله 2022، ورب الناس كلها تكون ناجحه من نجاح الى انجح، يعني من نجاح لنجاح اكبر ان شاء الله في هذه السنه والسنين اللي بعديها. واشوفكم في الفيديو الجاي. ومع السلامة.